nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarım. عم صدق عن جد انت بطل هي الليله يا عماد، وبدون اي منازع كمان. قلي كيف قدرت تقنعه؟ قلي ليش وفحكي لي يا عماد. بالله اسمعي حبيبتي، انت ما بتعرفي كل المواهب اللي عندي، يعني هي واحدة من مواهبي. لك دخيله حبيبي الذكي يلي عقله بيزن. هاي القصه كثير بسيطه، لسه ما شفتي شيء حبيبتي. قومي قومي عماد، وين هنادي؟ انا لازم اتشكر هلا على الشيء اللي عملته. ليل مع نهار عم تركض ورانا هالمسكين. اها هنادي؟ ايه هنادي. هنادي؟ ايه هنادي. انت عن جد مفكر هنادي؟ اي طبعا هنادي. مشكلتكم عماد اللي حل بنفسه معلم. عن جد حبيبي لما بتشتغل من قلبه رب ما في منك. هات بوسه. شو كأنه تصالحوا هالاثنين وخلصنا منه. ايه هيك بطلي بطلي. الله يخلي لي اياك. بعمل هيك حليتها ولا يهمني. بتعرف اني بحبك كثير وما فيني اعيش بدونك. يا جماعة خلونا نطلع من هون فورا لأنه بلش الضوج من هذا المكان كتير. ايه بس عيب عليك معلم، كنت اسمح لها بدقيقة زيادة بس. روح على بيتك عماد، روحوا على بيتكم. الرومانسية ما لها مكان. محاربة. صباح الخير. صباح الفل. وحياة الله كنت مشتاقة له كتير لتختي. منيح انه عماد وليزا تصالحوا مع بعض. وانا كمان هذا رأيي والله. انت شو عم تساوي؟ عم حضر لك الفطور. جانتي كين محضر لي الفطور؟ ما عم صدق. ايه من اليوم ورايح هيك بدي صير. طيب ماشي، رح اتدوش وبدل تيابي وارجع. طيب ما تطولي علي. طيب وينك فتون؟ بحبك يا روحي. وانا كمان. جان تعال فوراً، الموضوع مهم كتير لازم نحكي فيه. ألو، كيفك خالة مديحة؟ أهلين بنتي. عملت كل اللي طلبتي مني. بعثت مسج لجان. إيها وأخيراً عرفتي تتصرفي، يعني فرحتي لي قلبي كتير. أنتي ما تقلقي أبداً لأنك تصرفتي صح. نقطة ضعفه الوحيدة لجان هي ضميره. ليكي رفيف، اسمعيني منيح شو رح قلك.
جان ببوس ايدك، بس اسمعني هالمرة. ليش معنت كل هالقد؟ ما بتخليني اعرف اشتغل ولا شغلة. هنادي عم قلك ما بدي تقمي علي بقى. كتير. ما انا من مجلات الفضايح او غيره، صدقني هيك. هنادي قلت لك ما بدي اعمل شي اليوم. لك انت ليش معنت كل هالقد؟ اصلا ما سمحت لي اني جيب القنايصة وركت بالكتاب، وانا كنت وعدتهم انه رح يصوروا. لك والله ما بدي حدا منهم اليوم يا هنادي، صدقيني بترجاكي ما بدي حدا. فهمية بقى على فكرة حددني موقف مو سهل ابدا. اخ، حدا منكم بيحب يشرب قهوة؟ انا بشرب. لا حياتي انا ما بدي، شكرا. اصلا انت ما في داعي تشرب. ليه؟ نفوخ بولين نفوخ. يا عم بنفوخ. جان؟ مين على التليفون؟ برايفت نمبر، ما بعرف مين، اكيد شي حدا من الصحافة. لك شوفوا كيف عم بيقولها ومهم وكل الموضوع، انت مو معقول ليش سكرت الخط؟ انا طالع لبرا شوي. والقهوة؟ بعملها بس ارجع. ايه؟ جان لوين رايح بهالوقت؟ انت العريس؟ انت شو دخلك ليزا؟ وليش عم تحشري حالك؟ الزلمة مبين عليه متوتر من كتب الكتاب. دخيلك، كأنه هي أول مرة بيتزوجوا. شرفوا شرفوا، ليكن عم يدقولي، شو بدي جاوبن هلأ للجماعة؟ قليلن يجوا يساعدونا بالنفط. ألو نعم؟ جان؟ أنت بالبيت؟ خليك جاي لعندك ما بطول. رفيف كيف يعني جاي لعندي؟ أصحك تعملي هي غلطة؟ أصحك جان، هذا الموضوع ما بنحكى على التليفون أبداً، لازم شوفك ونحكي، أنا جاي فوراً. رفيف قلتلك أصحك تجي لعندي، ليلي وينك أنت هلأ؟ فهمت عليك، أنا جاي فوراً، لا تتحركي من عندك، خليكي أنا جاي ما بطول. هيك منيح. شو كان هذا الصوت؟ روح شوف عماد. عماد؟ لك عماد على مهلك رح توقع، شو صار لك؟ لك هذا جا؟ راح والله. وين ممكن يكون راح هلا؟ شو بيعرفني؟ لك لوين بده يكون راح بيوم كتب كتابه؟ شو ناوية تخبصي هالمرة هي؟ بس أنا ما رح أسمح لك. اليوم هو أحلى يوم بعمري كله، وما رح أسمح لك تنزعي علي. ليش تأخرت؟ ليكي رفيف ما عندي وقت بنوم، شو هو الشيء المهم كل هالقد واللي لازم تشوفيني لتحكي لي؟ احكي خلصيني، لك احكي رفيف أنا مستعجل، احكي بقى شو القصة؟ جان أنا حامل منك. كيف؟ أنت حامل مني؟ إيه جان. رفيف انت متأكدة؟ طبعا جان انا متأكدة، معقول تسألني هالسؤال؟ معك حق، بعتذر منك، لا تاكلي هم انا بتصرف. شو يعني انت بتتصرف؟ شو معناته هالحكي؟ يعني رح ساوي يلي بدك اياه، اللي بدك اياه بصير رفيف. ليلي لشوف انت بدك الولد؟ طبعا بدي اياه للولد، وفوق هيك الدكتور قال لي انه اذا اجهضت ممكن اني ما اقدر احمل مره تانيه بحياتي، هي ممكن تكون فرصتي الوحيده لاكون ام. الولد بدي اجيبه جان. طيب انا رح اعمل الشيء اللي لازم ينعمل، ولما بيخلق بسجله بخانتي، لاني بكون ابوه ورح تحمل مسؤوليته. جان هو ابننا أنا وياك،
انت بتعرف شو بيعني هالحكي ولا ما عم تستوعب؟ رفيف انا بعد شوي رح اتزوج من فتون، وشو ما كانت مسؤوليتي تجاهه مسؤوليتك تجاهه انه ما تحرمه منك. مو حرام عليك تعمل هيك فيه؟ هو شو ما كان ماله ذنب؟ اللي انا شو ذنبي جان؟ انا كنت معك لاني بحبك ولهلا بحبك. فهميني رفيف، معقول تتركني انا وابنك وتروح؟ بدك تروح تتزوج فتون وتضحك على حالك وتقول انك اب وتتركني انا وابني لحالنا؟ ضميرك رح يطاوعك تعمل هيك جان؟ وينك يا عروستنا الحلوة؟ أهلين جدو. ألو، كيفك خالة مديحة؟ عملت مثل ما طلبتي، أنا حكيت معه. هلأ صار دورك أنت. منيح بنتي، أنت ما تاكلي هم أبداً. جاهزين يا جماعة؟ ايه طبعا. رح تنزل العروس. اهلين بالعروس. يا ربي شوفوا على الجمال بنتي الحلوة. تعي يا روحي تعي. ما شاء الله شو حلوة. تعي. قلبي امتار مدمع. الله يحميكي يا بنتي. امين. زيلي على مهلك على مهلك. دادي 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 دادي. تعي حبيبتي تعي. تعي يا روحي تعي. تعي يا قلبي تعي. ما شاء الله حبيبة قلبي حبيبة. وين معلمي جاني شو؟ طالعة بتجنن. منين طلعت لي هالمصيبة؟ الله يلعن هالحظ يلعن هالحظ. ايوه يلا جدو يلا يلا ايوه يلا يلا يا عيني يلا يلا يا جدو شو هالرشاطه هاي؟ ايوه يا جدو اسماعيل عملت عين العقل بالطبل والزمر يلي جبتهم. والله من غيره كان رح يكون العرس ممل وبلا طعم. يا روحي انت ليش في عرس من غير طبل وزمر يا بنتي؟ طبعا ما في. يلا يلا رقصي لشوف راسي. شوي شوي ما تتعبي حالك. ها ايوه ايوه يلا شوفي بنتي بحلا. ايوه يلا فتون. ايوه ايوه الله يفرح قلبك مثل ما فرحت قلبي يا فصعونتي. لك عيمان حبيبة قلبي. ليلي وينو جان لهلا؟ ما بعرف بيجي بعد شوي لا تخافي. لك قولي تأخر وقتها. لك وينو جان لهلا؟ ما انا لهيك كنت عم بسألك. الله يقومك بالسلامة يا بنتي. يلا يلا رصي رصي انت وابنك معي. يلا يلا ايوه وصل وصل العريس. جاي. ايوه ايوه جدو. ايوه يلا يلا. لك وينك انت يا ابني؟ يلا روح بدل تابعك بسرعه لشوف. روح المأزوم كمان على الطريق. يلا ماشي. ما تقول غير وصل. يلا بسرعه بسرعه. ايوه انت منيح؟ ايوه منيح. ايوه يلا ابني يلا روح. يا عيني يا الحب. فتون طالع حلوة. ما عم بقدر شيل عيوني عنك. رح ألبس طقمي وانزل لعندك فورا. ماشي.
يا ربي أنا شو بدي أعمل؟ كيف بدي أترك رفيف هيك؟ بس أنا بحب لفوتون وما فيني أتركها، وإذا تركتها ما رح أقدر أعيش. أش! ابني؟ نعم أمي. حكيتوا أنت ورفيف؟ أنا بعرف كل شي صاير بيناتكم. البنت لما دريت إن ناطرة بيبي ما عاد تعرف شو تعمل، ووقعت بين نارين، بتخبرك أو ما بتخبرك. وأنا قلت لها أنه لازم تخبرك، ما فيك تحمل البنت مسؤولية الطفل اللي جاي لحالها. هداك الولد بيكون ابنك، ورفيف ما لازم تتحمل الذنب لحالها. أمي ليكي أنا مستعد أني أعمل كل يلي بترتب علي، بس رفيف. اسمع شو رح قلك جون، من حق أي ست بالعالم إنها تحلم بالأمومة، وبالذات إذا ما كان عندها غير فرصة واحدة. لهيك القرار اللي رح تاخده هلأ رح يقرر حياة الكل جون. أنا اتخذت قراري من زمان أمي. طيب تخيل لما فتون تدرب الحقيقة شو مفكرة رح تتصرف؟ لما تدرى أنه رفيف ناطرة منك بيبي رح تسامحك وتنسى السيرة؟ ورح ترضى تضلها معك؟ إذا أنت تزوجتها بتكون دمرت كل اللي حواليك، حياة فتون وحياة رفيف وحياتك أنت كمان. اسمعيني أمي جان، لو سمحت ما تتزوجها، أوعك تحرم هالطفل من أبوه. ليك إذا أنت ما عرفت تتصرف رح نخسرها لرفيف، ومو بس هيك يمكن تحرمنا من شوفة حفيدنا الوحيد. ما منعرف قديش ضل جدك، ولهيك لا تحرق قلبنا، لا أنا ولا فتون ولا رفيف ولا هداك الطفل البريء، لأنه ما له ذنب بأي شيء. فكر منيح قبل ما تاخد قرارك، أنت المسؤول الوحيد. جان حبيبي، أنت منيح؟ أي منيح منيح، حاسس حالي متوتر شوي مو أكتر. مثل ما قلت لك، فكر كتير منيح جان. شو اللي بدك تفكر فيه كتير منيح جان؟ ولا شي. جاهزة نطلع يا عروس؟ جاهزة. تفضلي فوتوا. أيوة عطية. أقوى يا شباب، إيه اجوا العرسان، اجوا. لا 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 اجوا الحياة. لا يا أحلى عرسان بالدنيا. يلا أيوة بس عملكم خلص كفي. يعطيكم ألف عافية يا شباب. بما أنه وصلوا العرسان خلونا نبلش. بالبداية خلونا نتعرف عليكم، الاسم والكنية. فتون دينج. شكرا. واسم حضرتك والكنية؟ جانتيكين. شكرا. بعد التدقيق بطلب الزواج اللي تقدمتوا فيه خطيا لمجلس بلديتنا ما لقينا اي مانع لزواجكم، وهلا انا رح اسالكم بحضور الشهود. فتون دينج، هل تقبلين الزواج من السيد جانتيكين ومن دون اي ضغط وانت بكامل قواك العقليه؟ بقبل. مبروك. مبروك. ان شاء الله الف مبروك عليك يا روحي. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. برافو. شكرا لك. السيد جان تيكين، هل تقبل بالزواج من السيده فتون دينج ومن دون اي ضغط وانت بكامل قواك العقليه؟ جان، انا حامل منك، هو ابننا انا وياك. انت بتعرف شو بيعني هالحكي ولا ما عم تستوعب؟ رفيف، انا بعد شوي رح اتزوج من فتون، وشو ما كانت مسؤوليتي تجاهه فانا مسؤوليتك تجاهه انه ما تحرمه منك. مو حرام عليك تعمل هيك فيه؟ هو شو ما كان ماله ذنب. اللي انا شو ذنبي جان؟ انا كنت معك لاني بحبك ولهلا بحبك. بدك تروح تتزوج فتون وتضحك على حالك وتقول انك اب وتتركني انا وابني لحالنا؟
شو ما بدك تجاوب؟ جانتيكين، هل تقبل بالسيدة فتون دينج زوجة لك؟ جان، جان شبك يا ابني؟ ليش ساكت؟ شو في؟ سامحيني فتون، أنا بعتذر منك. ما رح أقدر كمل. شو؟ جان؟ شو؟ معلمي؟ جان؟ ممتاز، عن جد قماشتن منيحة، منيح للغبرة، رح سويهن مماسح. ليزا، كأنه ما ضل عنا أكل بالبيت لحتى نازلي أكل بأظافرك هيك؟ ما بعرف ليش ما عم ترد هالبنت، ما عم أفهم شو صاير لها. أوف عماد، رح جن لأنه تركناها لحالها بالبيت، ما كان لازم نتركها. ليش نحن اللي تركناها؟ مو هي اللي قلعتنا؟ حبيبي، شو لو فكرت تعمل شي بحالها؟ لك لا تحكي حكي فاضي، شو عم تقولي؟ هذا الحكي مو معقول، الله لا يقدر. أخ منك جان، أخ، الله لا يوفقك وينتقم منك إن شاء الله. وإنت عم توقع أعمالك ما تقدر تحرك إيدك ويوقف شغلك وما تلاقي حدا يشغلك. عماد قوم، ما عاد اقدر استنى اكثر، بلكي صاير مع شي. مزبوط عم تحكي، وفوق منا فتون ما عندها جيران، مين اللي بده يخبر عنا اذا ماتت؟ عماد شو اللي عم تقوله انت؟ لك حبيبتي، ليش انا اللي حكيت؟ ليش واقفه؟ يلا تحركي. مو ناقصني غيرك. اف علينا، اف، وسخت احلى قطعه عندي كمان. انا ما بدي حدا ابدا، ما بدي يفتح الباب. فتون حبيبتي افتحي الباب، افتحي كرمال خاطري يا حبيبتي، خلصيني. يلا يا فصعونتي. عم يقول فصعونتي؟ مشان افتحي الباب، انا جدك يا فتون. جدي يا اهلي، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ منيحة، أنا منيحة. فتون حبيبتي، جدي ليش لساتك واقف؟ تفضل. نورت، تفضل ارتاح هون. تفضل جدي. فتون حبيبتي،
أنت منيحة؟ منيحة، ما تأكل هم. لكن ليش هيك البيت مكركب؟ وضعك هيك يا بنتي ما بيطمن أبداً. لساته مقبول وضعي لهلأ عال العال، برأيي لسه ما قطعت شرايين إيدي، وكمان ما حطيت راسي بالفرن وما زتيت حالي من البلكون. تاكل شوكولا؟ تعرفي رفيف شو عم أقول لحالي؟ في دهان ضد الحساسية للأطفال، لهيك لازم ندهن غرفة البيبي منه. ايه صح أكيد. هلأ طالع قصص جديدة، بزماننا ما كان كل شي موجود، وقت إجاني جان جبت كل شي من برا، بس هلأ صار كل شي عنا. ايه صح، صار كل شي موجود بالسوق. وهلأ حددوا موعد كتب الكتاب بأسرع وقت بلا ما نخلي الناس تحكي علينا. شو وين شردت؟ عم بحكي معك. شو حكيتوا أمي؟ مع مين عقلك؟ معكم، وين بدي يكون يعني؟ شو حكيتوا؟ عم نحكي إنه لازم نحدد موعد العرس. مثل ما بدك، ما في مشكلة أبداً. طيب، بس بالأول لازم نستنى أهل رفيف ليرجعوا لهون على البلد ويوصلوا بخير وسلامة، بنبقى منحكي بالموضوع. رفيف، قبل ما أنسى، أنا حابب كتير روح معك لعند الدكتور. إيه طبعاً ضروري تروح مع الدكتور، ما هيك رفيف؟ طبعاً، هالشي بيفرحني من قلبي. يلا أنا اسمحوا لي، لكان عندي اجتماع ضروري كتير، بعدين بشوفكم. كل شيء قبل ما تمشي. بعدين أمي، بعتذر. باي رفيف، بخاطركم. مرت عمي مديحة وهلأ شو بده يصير؟ كأنه ما له مصدقني، بده يروح معي على المعاينة اللي عند الدكتور ليتأكد، كأنه عم يشكك فيني. ليش هيك عم بيعمل معي؟ أنا شو مساويت له؟ لأمتى بده يضل هيك؟ رفيف روقي شوي، خدي نفس، طولي بالك. إيه ما رح يصير شيء، تركي موضوع الدكتور علي، لا تخافي. أهم شي هلأ تريحي بالك، كل شي بده يمشي مثل ما خططنا له، يعني رح أتصرف ويمشي كل شي مثل عقارب الساعة لحتى تتجوزوا. إذا جان أصحك ترد عليه عماد. ليك لا ترد على تليفونه، سمعتني شو عم قول؟ ليزا، هذا الزلمة لساته مديري، يمكن بده ياني مشان الشغل. أصلاً نحن عايشين من فضل هذا الرجال. ألو، أمرني معلمي. ألو عماد، ليك على علمك شو أخبار لفوتون؟ عم دقلها بس ما عم بترد علي. عن جد بالله عم تتصل فيني لحتى تطمن عنا؟ انساها لفوتون، ما في أخبار عنا بنوم، قافلة تليفونه وما عم ترد ولا عم تفتح الباب. إذا بعرف أي شيء ما رح أقلك بعد اللي سويته فيها، ماشي؟ خليلي إياك هيك. ها؟ إذا بدك أي شيء تاني قل لي قبل ما سكر. لا ما بدي شيء، يسلم، سلامة قلبك. والله ما عم صدق اللي سمعته أبداً، خفت إنك تسامحه. لك افهمي، جان نهى حياته مع فتون على آخر، كيف بدي طمنوا عنا؟ ما فينا نسامحه عشية اللي سواه مع هالمسكينة. مزبوط كلامي، ما عاد فيني دافع عنه أبداً. إيه؟ هيك ها؟ هذا زوجي. يا ريت لو تسمع مني وتوقف بصف مراد. قلتي لي مراد؟ لك مين هاد مراد؟ ما ضل عندنا غير مراد؟ ما قلت لك لا تجيبي سيرته قدامي؟ خلصنا بقى ليزا. يي يي ليك راح الباص، وينك؟ وينك؟ استنى شوي، استنى شوي معلم. يا معلم انت ما لازم تتضايق من حدا، انن معهم حق يعملوك بهالطريقة. اها والله جنيت على الآخر يا جانتيكين، إن شاء الله ألف مبروك. حضرتك منين طلعت لي؟ ها؟ ما بتعرف إنه كل شي بالآخر وقع براسي أنا؟ طبعاً لو ما طولت لسانك وتفزلكت ما كان صار هيك، لأ وعامل لي حالك فهمان كمان. حبيبي لا تلومني، أنا ما دخلني أبداً، مو زنبي. أنت فيك تاخد قرارك بإيدك، بعدين لسه ما صار شي، فيك تغير وفيك تبدأ من جديد. هي طبعاً طبعاً، لأنه الموضوع لعبة ما هيك؟
شو مفكر الشغلة سهلة؟ لك الموضوع في ولد وهذا بيكون ابني، عم تفهمني؟ يا أخي كمان أنت بتحب لفتون، فيك تفهمني أنا كيف بدي أترك مرة حامل بابني؟ ليش ساكت؟ احكي شي. أنا برأيي من اليوم ورايح لبقى ترد علي. أهلين يا عمري. يا عمري شو طالع حلو كتير وبتاخدي العقل، ان شاء الله ارتحتي. ايه جدي، هاي سويتها ممسحة، ما بعرف كيف نسيتها على الارض، رح بلش امسح فيها بأقرب وقت ممكن. بنتي فتون، انت كتير عم تخوفيني عليكي، اي وسخ واي غبرة، والله مالك منيحة. منيحة كتير، بس لما شفتك من شوي تشتت عقلي. لا تخاف، شوف كيف ما فيني شي، انا منيحة. مو هذا قميص رجان؟ ايه لكان قميص الحلو لجان. هلا فهمت. شو فهمت؟ صار لازم سيطر على الوضع منيح. تعي معي نشوف لوين اخذني. امشي، صار لازم تطلعي جان من حياتك لك بنتي. بس جدي هو طلع وراح من زمان. طلعي فيني، هيك ما بيصير، صار لازم تطلعي من فكرك، عم تفهمي؟ يلا امشي امشي. هنادي مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل أقعد. أهلا فيكي. خير إن شاء الله. فيني أعرف ليش بعتي وراي؟ جاييني عروض جديدة أو شغل؟ عروض لا، ما في بنوب، اللي كانوا عنا سحب عروضاً أصلاً، لأنه مثل ما بتعرف ما حدا بيحب يسلم اسم ماركته لواحد ترك خطيبته يوم كتب الكتاب، هذا طبيعي. طيب معناتها ليش طلبتي تشوفيني؟ بدي شوفك لحتى نحكي. نحكي؟ هنادي شو ما بتعرفي إنه في جهاز اسمه تليفون اخترعوه الناس لحتى يحكوا فيه؟ يلا لسه تفزلك وشوف حالك وخلي جوابك على راس لسانك. شو قلتي؟ جان بتعرف بشو بدي أحكي معك اليوم؟ شو بدك تحكي معي هنادي؟ في مجال تفوتي بالموضوع لأنه ما عندي وقت؟ بعتت وراك اليوم لأنه صار لازم أتشكرك على كل تعبك لحد هاي اللحظة معي. كان إلنا أيام حلوة مع بعض، ربحنا وضحكنا أحياناً وخسرنا وبكينا أحياناً، بس للأسف وصلنا لنهاية هالشراكة. هنادي انت شو عم بتقولي كرمال الله؟ عم بقول انه لازم اتوجه بالشكر لكل مين ساهم بهالعمل. وصلنا هلأ للحلقة الأخيرة، مو طالع بإيدي أعمل شي بنوب. بالله جد؟ هلأ أنت من كل عقلك جبتيني لحتى تحكي هالحكي؟ شو عم تتسلي معي؟ شايف شكلي وحدة عم تتسلى؟ فهم؟ خلص انتهينا جان، انتهينا، أنا ما عاد أقدر كمل معك. المشكلة مو منك، مني أنا بعترف، مو بإيدي عن جد، تستاهل كل خير، أنت بتستحق اللي أحسن مني جان، ماشي؟ لا شكلك ما عم تمزحي معي أبداً. معقول بدك تتركي إدارة أعمالي وتتخلي عني بهالسهولة هي هنادي؟ طبعاً بتركها. إيه أنا كل يوم كنت عم حاول صارحك بهالموضوع بس أوصل لنقطة وأسكت، بس اليوم صرت متأكدة من قراري إنه قرار صحيح ومزبوط، مو مثل كل مرة لأني فكرت منيح. هنادي انتي غلطتي لانه ما بصير تتركيني وانا بهيك وضع، فهمتي؟ انا اعطيتك اكثر من فرصه جان، صدقني انا عملت كل شيء بيطلع بايدي لوقف جنبك. اسمعيني منيح شو رح اقلك. انا اسمي جان تيكين، ولهيك انا باكد لك انك رح تندمي على عملتك معي. حضرتها مفكرة أنه هي اللي عم بتشغلني، ولك أنا اسمي بيكفيني. أصلاً أنا مليت من الكل، مليت من كل الناس، مليت من هنادي ومليت من أمي كمان ومليت من البشرية. لك جان روح على الأوتيل اللي حجزت فيه لشهر العسل، ما أنت دافع كل تكاليفه سلفاً، فيك تسكر تليفونك وفيك تريح راسك كم يوم. يعني مين بده يخطر على باله أنه أنت بالأوتيل؟ انت مزبوط عم تحكي صح. الو انا طالع هالكم يوم برات اسطنبول وبدي اخذ سيارتي يلي بالكراج عندك. شغل شغل.
عم خبرك مشان تعرف انه السيارة معي. ماشي يلا بشوفك بعدين، باي باي. رح نسكر اليوم صفحة جديدة أعزائي المشاهدين. وفتون دينز بلشت مرحلة جديدة من غير جانتيكين والحمد لله. برافو عليك يا بنتي تفهماني. كنت مفكرة أنه هالقصة رح تدمرني، بس فتون إذا بتجتمع الدنيا كلها ما بتدمرها. برافو فتون، تعيش الإمرأة القوية. تعيش. هي هي فتون الجديدة قدامك، جدي شوفها، أنا هوية. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ليك 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 ليك، طلع بإيدي القميص اللي جابته مديحة خانم لجان المدلل، رح أضرب عصفورين بحجر واحد. باي باي قميص مديحة خانم وابنها. باي باي. كبي بزبالة بنتي. الله معك يا دلوع الماما أنت. كبيهم بنتي، أصل المديحة شو بفهمها بالتياب والموضة والستايل، كبيهم خلصنا يلا. يلا يلا ستي. إيه. أنا هلا صرت ممتازة عن جد، ارتحت كتير. المهم هاي الأوضة رح أعملها للرياضة. ورح غير ديكورة كمان، مو أحسن جدي؟ أكيد. هاي خلصنا، روحة بلا رجعة جانتيكين، وهلأ بناخد هدول للمكان اللي بيناسبهم، ما هيك جدي؟ أكيد لك يا حبيبتي. يلا يلا امشي قدامي لشوف، امشي قدامي. يلا كبيون، هذا هو المطلوب، خلصنا بالنوم. حسي خف وزني كتير. منيح ارتاحت اعصابك هلا؟ والله على قد ما ارتاحت اعصابي جاي على بالي كب البيت بالحاويه كمان. تعي كمان لشوف، تعي 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 تعي. فتون. فتون. اجوا رفقاتي حبايبي انتو. شو عم بصير معها؟ اثنين عمار، شو قصتها؟ اهلا اهلا اهلا. فتون كيفك؟ كيفك حبيبي؟ اهلا جدي، ايدك ابوسه. اهلا وسهلا فيك، الله يرضى عليك. الله يسلمك. مرحبا جدا. اهلين يا بنتي، اهلين يا بنتي. عمادو يا بطل. ايه ايه، شو اخبارك؟ كثير منيحه وبفضل جده انا طلعت بسرعه من هذا الكابوس اللي اسمه جد. صار في فتون جديده قدامكم هلا، ومن اليوم رح بلش حياه جديده وحلوه كثير كمان، كلها سعاده ومن دون جانتيكي ولا حتى فرده تجرب بتخصه بحياتي. ممتاز، ألف الحمد لله البنت رجعت لطبيعتها، ماني مصدقة. برافو عليكي. إيه لكان؟ غير شكل. أنت منيحة؟ إيه لكان؟ لكي فتون، أهم شيء أنت ما تحبسي حالك بالبيت أبداً، يعني طلعي وعيشي حياتك قد ما فيكي. لكي تعي نامي عنا كم يوم، شو رأيك بهالفكرة؟ والله مزبوط اللي عم تقوله. تعرفي نحن شو لازم نساوي يا فتون؟ لح أخذك على بيت المزرعة تبعنا وهنيك منعود قد ما بدنا، موافقة؟ بس أنا عندي فكرة أحلى بكتير. شو هي؟ برأيي منروح على شهر العسل. من كل عقلك عم تحكي؟ لا عم تمزحي. شهر العسل؟ ايه؟ غرفة الأوتيل مدفوعة تكاليفها ومع كريديت كارت مفتوح من جانتيكين، شو بدي أحسن من هيك؟ والله جد؟ الأكل والشرب والبسط علينا، والدفع كله رح يكون على حساب جانتيكين. حلوة الفكرة، رح نخلي جانتيكين يصرف علينا وهو مو معنا. ايه؟ احلفي لي وحياة الله. كمان مرة. والله العظيم يا الله. ليزا رايحين على شهر العسل المرة. فتون فتون حبيبتي انت ورفيقتي. خيري على عمرك بهالفكرة. مراد لا تقلق، فتون معنا، شكلها أحسن هلأ، رح نضل معها كل الوقت. نحن رايحين على أنطاليا، على الأوتيل يلي حجزوا فيه بشهر العسل. ألو مرحبا، لو سمحت بدي جهز لي الطيارة لأنه مضطر أرجع على تركيا.
طلعي ليك الاوتيل جدي عملنا منيح بجيتنا لهون دخيل ذكائي انا تسلمي لي على الذكاء يا بنتي بس قولي لي انت منيحه منيحه بنتي Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın. Sonra işte onunlasın, aşk mı bunun adı?